من ساكن مطيري. هلا. منوره. منوره بوجودك. سمعت وايد انك تمدحين الشباب، ليش؟ احبهم. شنو تحبين؟ احبهم. تحبين الشباب؟ ممتاز. موظفة؟ لا طالبة. انزين، عندك جاكيت قيمته 3000 دينار والساعة رولكس وكارتير. من وين لك هذا كله؟ هدية من خطيبي. أتخونين خطيبك؟ لا، ليش أخونا؟ شلون تحبين الشباب؟ أنا قلت أحب الشباب بس ما قلت أخونا. يعني أنت الحين ما تحب البنات؟ لا. ها ليش؟ أنا متزوج. متزوج، أوكي. صاحبنا وقع بيها لا تزعل يبعد. وهكتني. أوكي، بس أنا أحب الشباب عادي، يعني مو معناته إذا أنا حبيت الشباب أخونا. ما له شغل. يعني عادي تحبين الشباب وتكلمين رأي لك عادي. لا، ما له شغل. أنا ما قلت لك أكلم فوقه، ما قلت لك أكلم فوقه. قلت لك انا احبه بس احب الشباب، يعني عادي ما فيها شيء. صاحبنا وقع بيها لا تزعل يا بعد الروح صغيره وانت عديها يسالك برجب.